رئيس الحكومة العراقية محمد شيع السوداني يبدأ زيارة رسمية إلى موسكو في 9 من الشهر الجاري، تتضمن لقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. هذه الزيارة تحمل أكثر من دلالة في توقيتها وجدول أعمالها. تدخل زيارة السوداني إلى روسيا في هذه المرحلة ضمن سياق التوازن في العلاقات العراقية الدولية. طبعا العراق يطمح أن ينوع مصادر توريد الأسلحة، ويطمح أن ينوع مصادر التعاون الاقتصادي، وهذه كلها مسائل طبيعية في العلاقات الدولية. أيضا يبحث عن التوازن في التواصل مع كل صناع القرار. مصدر في الخارجية العراقية أكد أن السوداني سيعقد اجتماعا في 10 و11 من الشهر الجاري مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لمناقشة ملفات التعاون الاقتصادي والسياسي بين البلدين، دون الكشف عن طبيعة التعاون العسكري والأمني بين بغداد وموسكو خلال المرحلة المقبلة، والذي قد يغضب الإدارة الأمريكية. يكون هناك بغض لأمريكا من هذا الجانب، ويكون نوع من الغيظ لأمريكا زيارة السيد السوداني، وهذا أمر كان متوقع، لأنه لا تريد أن تلك الامتدادات أن تكون مع باقي الدول. وبالتالي اليوم نرى بعض الساسة يقولون هناك أمريكا غضب من أمريكا وإلى ذهاب إلى السيد هذا والاتفاقات التي ستحدث مع هذا، وبالتالي هناك تكون علاقات اقتصادية. وقبل فترة أيضا كان السيد نائب وزير خارجية الروسي موجود بالعراق. هذه العلاقات هي نعم فعلا تبغض أمريكا، لكن بالحقيقة هي أن لا يكون العراق لقطب واحد، على العكس أن يكون متعدد الأقطاب. وكان السوداني قد بحث مؤخرا في بغداد مع مساعد رئيس روسيا الاتحادية إيغور ليفيتين والوفد المرافق له تفاصيل زيارة المرتقبة للسوداني إلى موسكو، التي قالت مصادر مقربة من الإطار التنسيقي أنها تضمنت رغبة العراق بشراء أنظمة دفاع جوي متطورة من روسيا، إضافة إلى الطائرات الروسية الحديثة. بغداد إلى خلق نوع من التوازن في علاقاتها الدولية وسط الصراع الروسي الغربي بسبب أوكرانيا وتداعياته على الاقتصاد العالمي وسوق الطاقة. شروق الغانم اليوم، بغداد.